السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناة ميوورد منوعاتي. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله راح نشوف طريقة تحميل فيديوهات من اليوتيوب بطريقة جد سهلة وبسيطة، لن نحتاج لتحميل أي تطبيق من تطبيقات ولا أي موقع من المواقع. ماذا سنفعل؟ بسم الله على بركة الله، أول شيء نذهب إلى اليوتيوب ثم نختار أي فيديو نريد أن نقوم بتحميله بصيغة يعني MP4 يعني صوت وصورة. مثلا هذه هي قناتي، سنقوم بعمل تجربة. مثلا أريد أن أقوم بتحميل آهات إسلامية، سأضغط على الفيديو ثم مباشرة سأقوم بذهاب إلى الأعلى هنا. أين الرابط؟ الرابط يعني الفيديو ما بين نقطة و إجريج. سأقوم بعمل دوزيس اس 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 هكذا، ثم نقوم بضغط أنتخي يعني الدخول إلى هذا الرابط. ضغطة واحدة مباشرة تأتينا تحميل فيديوهات على الانترنت. نقوم بعمل تحميل، نضغط على تحميل، ثم مباشرة ستلاحظون أن الفيديو يعني تم تحميله. نضغط عليه، ها هو الفيديو محمل بصيغة يعني صوت وصورة. أما إذا مثلا أردتم أن تقوموا بتحميل الفيديو صوتا فقط، فهناك مواقع كثيرة، مثلا في التليفون، في الهاتف، هناك مواقع. أنا كنت شرحت موقع سأضعه في صندوق الوصف بالنسبة للأندرويد. أما بالنسبة للحاسوب هناك طرق كثيرة. مثلا نأتي هنا نضغط، إذا أردنا صوت فقط وليس صوت وصورة، نضغط يوتيوب، نكتب هنا يوتيوب تو MP3، يعني أردنا صوت فقط وليس صورة. نختار أي موقع من المواقع، إلا أن بعض المواقع فيها إعلانات، يعني فيها إعلانات إباحية، لهذا يعني أنتم وحظكم، إن شاء الله لن نجد أي إعلان إباحي. نضغط مثلا هنا في هذا الموقع، سأقوم بأخذ الرابط مثلا خلفيات فيديو المونتاج، نقوم بعمل نسخ عنوان الرابط هكذا. نذهب هنا ثم نقوم بعمل تحميل، سوف ننتظر قليلا. تحويل قيد التقدم مرجى الانتظار، ننتظر قليلا ثم بعد ذلك سنرى هل سيتم تحميل فيديو يعني صوت فقط. تحميل، ها هو، نقوم بتحميل ملف، سنتأكد مع بعض يعني تجربة مع بعض. سنقوم بعمل تجربة، سنقوم بإزالة هذا الإعلان. ها هي مباشرة كما ترون، ها هو يعني الصوت فقط، سنضغط عليه سنتأكد هل هناك صوت وصورة. كما تلاحظون أحبابي فليست هناك أي صورة، فهناك صوت المطر فقط صبا نافعا. أتمنى إن شاء الله أن يكون الشرح يعني خفيف على قلوبكم. من لديه أي سؤال أي استفسار فليكتب لي في تعليق، فأنا دائما أجيب على جميع استفساراتكم بدون يعني بدون تأخر. وقبل أن أنهي هذا الفيديو أذكر نفسي، أذكركم وأذكر نفسي بالاجتهاد في هذه العشر الأواخر من رمضان. الأيام كما تعرفون فهي أيام مباركة لننال الفضل من الرحمن سبحانه وتعالى. فاللهم بشر أحبتي بالرحمة والمغفرة وبلغهم العتق من نيرانك في هذا الشهر الفضيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.